دبي تعطي كمان. وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وبفخور بهالدولة الطيبة. لبناني أنا شخصيا، ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحمه ويزايد، ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع.
حياكم الله مشاهدينا الكرام وفي برنامج لآلئ الاتحاد. دائما استضافتنا متميزة وناجحة خاصة في ريادة الأعمال وفي المشاريع الشبابية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم أتواجد أيضا إمارة أبوظبي. اليوم نتحدث عن مشروع مختلف يعنى بالأكل الصحي والأكل طبعا الخاص بمن يتبع نظما غذائية. اليوم نحن في ضيافة فيتنس فود فاكتوري مع ضيفي المهندس خالد جمال المري، ضيفي وطبعا صاحب هذا المكان. أهلين أستاذ خالد. أهلين، مرحبا بك، حياك الله. في البداية حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف جميع مشاهدينا عليك. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اسمي خالد جمال المري، أنا مهندس مدني وشريكي أخوي سالم جمال المري وهو مهندس بترول. بدينا هالمشروع من 5 سنين وفي قصة طريفة وراء هالمشروع بنذكرها لاحقا. من الهندسة إلى الأكل الصحي والنظم الغذائية المتوازنة، كيف اجتمع هذين الاختصاصين في نفس الشخص؟ كانت الوالدة الله يحفظها ويطول عمرها في طاعته كانت تطبخ لي الوجبات وتجهز لي إياها. في مرة من المرات سافرت فاضطريت أني أنا أطبخ بنفسي، فشافني أخوي اللي هو شريكي، شاف معاناتي في الطبخ، قال لي تعال عندي لك مطعم يوفر لك الوجبات بالطريقة اللي تباها وبالقرامات اللي تحتاجها وبالأكل اللي تفضله. قلت له وين؟ قال هذا المطعم نحن بنسويه إن شاء الله. فكانت الفكرة وليدة المعاناة أو معاناة شخصية كانت لي، فهني بدينا المشروع. عندنا الوجبة تمر في بروسس، تنطبخ فرش. طبعا نرجع قليلا، الزبون يطلب الوجبة ولازم توصل له بعد بيومين، فهو يعطينا مجال يومين نحضر له وجباته. فنستلم الطلب نحضره في نفس اليوم، نطبخه فرش ونجمده تجميد سريع عشان يحافظ على جودة الوجبة. بعد تجميد السريع يغلف تغليف حراري وينزع منه الأكسجين. بهالطريقة الوجبات صلاحية الوجبات تستمر ل7 أيام. من خلال تجربة حضرتك الشخصية كشاب إماراتي طبعا رائد في هذا المجال وله من الخبرة سنوات، كيف يمكن أن نقدم رسالة إلى كافة الشباب المقبلين على الحياة العملية وحياة الاستثمار من تجربتك الشخصية؟ أنا أنصح شباب الوطن أن ما يتبعون سياسة تقليد الأعمى، يبدعون في أفكار جديدة، لأن السوق يسمح أن أنت تبتكر أفكار جديدة وتنتشر في السوق. وطبعا إذا بديت المشروع بعد دراسة لازم المتابعة والإشراف أهم من بداية المشروع، لأن في مشاريع كثيرة بدت وبعد فترة قصيرة انتهت. دولة الإمارات العربية المتحدة وما تزخر به طبعا من دعم لا محدود لجميع الشباب في جميع المجالات، رسالة منك أستاذي الكريم إلى دولة الإمارات قادة وطبعا الحكومة الرشيدة وكل ما يقدمونه للشباب في مجال الاستثمار. أحب أوجه رسالة للشيوخ والقادة على دعمهم لا محدود للشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على توفيرهم البيئة الخصبة للشباب وعلى نعمة الأمن والأمان.
حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليوذن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليوذن وراها داروا على الدانات سبع أبد نحنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها. حياكم الله مشاهدينا الكرام وفي برنامج لآلي الاتحاد باستضافاتنا متميزة وناجحة داخل الدولة. أيضا حصتنا لليوم تأتي من إمارة الشارقة. اليوم نتحدث عن كافيتيريا عروس الغرب. ضيفتي لليوم السيدة فدوى أو بما يعرف الست أمل أم ماجد. أهلا سيدتي الكريمة. أهلا فيك يا أختي. بداية بنرحب بحضرتك معنا في البرنامج وطبعا حابين نتعرف على شخصك الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي فدوى الأكحل، مواليد 1996، مزدادة بمدينة مولاي بوسلام بالمغرب. دخلت على الإمارات سنة 2015، متزوجة وعندي ولدين، وبدأت مشروعي في البيت. اشتغلت كبداية من البيت من تشجيع واحدة صديقة مقربة لي، وبديت في البيت، وبعدين لما شفت المشروع في البيت ناجح فقلنا بنطور المشروع إن شاء الله على مشروع أكبر اللي تعرفوا الناس أكثر، وبدينا في مشروع الكافيتيريا. وساندني زوجي وكان قدوتي الأولى كبداية المشروع، وهو اللي أخذ مسك بإيدي ورحنا في المشروع شوي شوي. وكان الفضل أهلي، كان الفضل أهلي كبير بالنسبة لأمي، علمتني الطبخ من صغري، وأبوي جزاهم الله خير يعني على تربيتهم اللي ربوني الحمد لله، وشكر بفضلهم أنا موجودة الحين في هالمكان، ولو وجودهم لما كان عندي شيء الحمد لله والشكر. فشجعوني وعطوني على أساس أني أفتح الكافيتيريا وأكمل في المشروع. كافيتيريا 100% مغربية، أكل عربي. أخذنا يعني ركزنا على الأكل المغربي الأكثر شيء، اللي هو الطواجين المغربية والسندويتشات المغربية، وحتى بالنسبة للعصائر والشاي المغربي الغني عن التعريف للجميع. فبدينا بالمشروع شوي شوي، والحمد لله والشكر لقى الإقبال من عند الناس، فإن شاء الله بنطمح يكون أكبر. بالنسبة للأكلات اللي نحن بنجهز فيه، طواجين اللي تتكون من طاجين لحم بالبرقوق، وطاجين دجاج محمر، طاجين قوق وجلبانة، وطاجين الكوارع، طاجين التقلية والكسكس، والسندويتشات تتكون من الطاقوس والبوكاديوس والطون والحرور وسندويتش الدجاج والبانيني والعصائر وأي شيء إن شاء الله مغربي فبيكون عندنا. إيجابية في كل أفكارها وتبعد عن الناس السلبية، وأي إنسان سلبي في حياتها تطلعه من حياتها وتخلي معها ناس إيجابية جدا مثل الأهل اللي بيشجعوها على الأشياء الحلوة تسويها، وما تخاف، أهم شيء تشيل منها الخوف وتطمح للأكبر.
أكيد الطموح هو سيد الموقف كما يقال. تمنيتنا طبعا لحضرتك بالنجاح والتوفيق. دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة التي احتضنت فكرتك أيضا وساعدتك على النجاح. رسالة شكر من حضرتك لقادة وشيوخ دولة الإمارات. بالنسبة للإمارات كان لها الفضل الكبير لنا في المشروع، فبالنسبة للإمارات فيها الأمن والأمان، ونشكر شيوخ على الشيوخ وقادة الإمارات على الأمن والأمان اللي عطونا إياه في الدولة، وخلونا نوثق بنفسنا ونحط إيدنا في مشاريع ونتمنى أنها تنجح، ونتمنى كل الناس اللي يشوفوا المشاريع واللي تدخل للإمارات تكون في مشاريع أكبر إن شاء الله. أنا اسمي عبد المجيد أبو دجانة. الحمد لله تعرفت في الإمارات حتى عبد المجيد باسم الوالد الله يرحمه. فطبعا بعد سنوات طويلة بعد زواجي مع زوجتي الحمد لله، فطبعا شفتها الطبخة، شفت طبخها حلوة فجربتها ما شاء الله، يعني من سنتين، يعني بعد التجربة من سنتين، فكان عندها طموح أنها هي تفتح المشروع، أنها هي تفتح المطبخ أو مطعم أو كافيتيريا. فسبحان الله ومدح الناس عليها، فانشهرت في وسائل الإعلام حتى وأمل أم ماجد، فالحمد لله فتحت لها بالغصب وبالتعب وبالصعب. يعني ست أمل أم ماجد حضرتك شجعت على هذا المشروع وعلى افتتاح المشروع، حاليا حضرتك أستاذ عبد المجيد مدير هذا المشروع. لو نتحدث عن الجانب الإداري، كيف بتشرف على العمل هنا؟ كيف بتختار أيضا فريق الشغل؟ فريق الشغل بالنسبة لفريق الشغل الحمد لله، ما دام أن زوجتي هي شيف المطعم، فدبرت يعني دورت لها واحدة بتكون مساعدة على جنبها، يعني بتكون واقفة عليها، ودورت حتى يعني مناطق أخرى عشان تكون أذواق يتغير فطعم يتغير. فلذلك اخترت من مناطق مراكش، واخترت من فاس، واخترت من طبعا زوجتي من الغرب. فالحمد لله يعني كل واحد يجيب من شغلة حلوة، من طعم لذيذ وذوق. شو رسالتك بالأخير لقادة وشيوخ دولة الإمارات؟ طبعا قادة وشيوخ الإمارات جزاهم الله خير، ما قصروا. بالنسبة للإمارات هو دولتي، أنا أحس لأني أنا دولتي الحمد لله درست، ولكن البداية طبعا حياتي نشأت في الإمارات. أنا دولتي سريلانكا، أنا ولدت في سريلانكا وعشت في سريلانكا والحمد لله، حتى دخلت 2013 في الإمارات. فتزوجت في المغرب ولكن بديت حياتي في الإمارات مع الزوجة والحمد لله. وأشكر كل شيوخ الإمارات فجزاهم الله خير على قادتهم وأمن وأمان. أي وقت نبغى نسير أي مكان سبحان الله نقدر نسير، ولا فرق بين الحريم ولا الرجال، يعني يمشي على طريق ما يخاف لأن أمن وأمان موجود. لا تذكر الفزعات إلا طراها مدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله أمين. أما بعد، ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي. I am myself Mushfiq TP. I am from India, Kerala. Actually, basically I am an electrical engineer. I completed my engineering from the 2013 Anna University. Okay. And after I was working in actually there in L&T Larsen & Toubro company in my hometown. Basically, I have my family. I have two children and four brothers, two sisters. Both are been there. Okay. And after I'm thinking about to be relocate abroad regarding the job, and also when I was studying about my college time only, I have the regarding the interest to business especially, but I'm going on the engineering, that's my the way, but I have a lot of stages I cover in my entering the engineering because yeah. I'm an average student honestly. Mashallah. But at the time of entering I'm completing my 10th, I have planned to entering the higher secondary at the right time. I'm thinking about how I reach in engineering. Engineering means I have two options only for. One is electrical. I'm the basically electrical and electronics engineer. Mashallah. One electrical and one mechanical engineer. Mashallah. So I have sure which I selected this both. Okay. Finally, I enter my higher secondary school. My manager is there. I'm requesting to him to want to sense. Yeah. But I'm not eligible. Honestly, at the right time, he asking what is your assurance regarding if I give you, are you being success or are you being clear with this? I say, sure, sir, I can do it because I'm thinking about, I'm realizing my life at the time after 10th only. Yeah. Then I say, sir, I sure I want science because I have interest to joining engineering. Yeah. Okay. Then I'm completed my graduation, my higher secondary. After that, I'm fully confused about that. And honestly, how I reach here in my stage, I have a lot of support. Alhamdulillah. First of all, Allah, He's everything. Alhamdulillah. Second, my mother, she's everything. She don't know even what is the engineering, but she's supporting me what I am. She want to know, I want to become something. She knows something about me. She every time requesting me, okay, are you been to reach? I say, okay, I can manage. Even when I complete my engineering role, initially I'm going to marriage. My wife, she is accepting without job on me. I'm very thankful to her. And after that also, I have the job in there in Larsen & Toubro L&D. I leave the job and after my marriage over, then I'm thinking about how to remove my pain. How should I want job? Everyone asking me, are you sure to get? I'm very confident. I say, sure. I have sure. Then finally, one of my friend here, Mr. Nihad, I want to say his name. Mashallah. And especially I ask him, Nihad, should I want to come abroad? I'm completed engineering, electrical and electronics. And he say, no problem. But when I'm discuss about that right time, I'm tell you already, I'm working in 1.5 years in L&D in the transmission and distribution line. Can I explain that time? No problem. I think so. I can explain here. I'm not interested in that side, yeah. But entirely this is my area. I think this is not my reach. I resigned the job and after only my what I'm telling before every process over. Then I completed one of the PG diploma like electrical design engineering with Primavera. It's to be very, it's only my turn. I just study about the design concept of the engineering. And if finally I clear it that, Alhamdulillah, I clear, then I want to change my profession. I mean, same the engineering, some of the other division, electrical, is actually LV design, HV design based on the construction based. Okay. Finally, I got opportunity in ADNOC. National drilling company, but honestly I failed the interview. Why I came UAE? Because of the interview only for the ADNOC. I get I have fully planned because of Nihad is arranging me that. Wow. After that I'm reach here, I'm fully planned. I think I get the 12th grade job and as an electrician initially, but Alhamdulillah, yeah. It's good for me to there like a drilling company. Yeah. And after I reach here, when my interview over, I'm failed.
I'm fail. I want to say everyone, I'm fail, but I'm fully tensed. How I can rectify? Kalas, my life is over. How I will reach in my position? I think so. Too difficult I feel. But when the time I'm thinking, inshallah, Allah is there. This is His Qadar. He not give me this position. I'm not the person working in the ADNOC only. I have something to be here. Okay. In the same time, I desire. I'm waiting. I'm apply for more interview. The right time. Actually, I'm coming in UAE. I have one big story. One of my partner. I have totally three partners in my business. Honestly, inshallah. Both are equal. And I'm the CEO of this Mvolt. Okay, their managing director and GM. He's in actually they're in some other busy in outside. That's what been to. I'm handling this. I'm very kind and thankful to them. They're is not a partner. Dan Moore is my friends. Yeah. We are a very big team. How I reach here? He's supporting Mr. Jawad Hassan. He's my partner. Wow. He only to say, Mushfiq, come here. He give me more opportunity, more people getting an interviews and all. He opened my gate here. Someone, Mr. Abdul Salam, his name. He only the care of I reach one job here finally. Yeah. I'll come to back that. And another one, Mr. Abdul Salam arranged one interview here. Actually, I'm come here and almost 9-10 interview I completed. But I didn't get a job. Wow. But I'm very hopefully sitting. I have sure where I'm reached. Like finally my visit is over because just 1 month only take it that time. I have sure one job I okay, but the salary very less honestly. But I no problem. I'm ready to do there. And I say inshallah whatever that my marriage just fixed the time when I reach back everything function over. I have plan. I'm not stay here enough. I want to back again. That time Mr. Abdul Salam arranged one interview. Is my kindful my before MD Mr. Moise Abdurrahman is from Sudan. Mashallah. My company name is Injaz Engineering Consultant. Alhamdulillah, that's my exact reach. When I reach in Injaz, he's an engineering consultant. I don't know what he means the engineering consultant even, but I'm easily agree that I ready to come, sir, because I want my starting stage. Not like that. I want work with you. Yeah. In my career, inshallah, I'm decided like even the working as a business, I'm thinking inshallah. About that at the time. This is Mvolt Electromechanical. Basically, we going like MEP, all like MEP works. Okay. Initially, we thinking about this company 2018. When I reach here 2015, I have planned to start Mvolt. But the name maybe I'm not decided. I have planned to start a business. Which business? That I'm thinking. I'm tell you already. Working my activity underly for the design as a engineering like electrical, mechanical, plumbing. I'm a consultant even. I have a lot of client. Alhamdulillah. Initially, we are doing all business, all services. Like even example, the people most important thing is electrical. Everyone know electrical. Yeah. Some the factory, they will how much they spend more than 3, 4, 5, 6, 7 million. Finally, they waiting for electricity. It's very important part there. So I'm thinking about that. This is my actually my career also that I'm completing the electrical engineer. Yeah. I am the licensed engineer in the FIWA electricity office. I have the FIWA electric license also there. Wow, mashallah. Yeah, so I'm thinking why I can't start in the same same core company like electromechanical. Yeah. Then I started. But when before the 2018, I'm discussed about the matter. My partner, Mr. Jawad Hassan, regarding that. Mm-hmm. At the time, I'm working in Ras Al Khaimah. As a business developer, same engineering consultant, Middle East engineering consultant. And I forget to say you, I have another one partner also, Naushad Nannath. It's my best friend. I already tell you that about him. Wow. Again, I'm coming about him to that. At the time, I'm every opinion. When I'm reaching UAE, he only fully supporting me here. I don't know even where and whom there. He have the driving license. I don't have a single nothing. I'm just going every time to him only. He fully supporting me. Go there. That's the things why because of your partner. He fully like even the we are a right team. More than my employees. All are been to supporting us in the Mvolt. Because I'm trying to always caring as a reasonable my employees than more, okay, that means my laborers, they're the king in my company, especially in contracting construction. We always care them. Inshallah, Allah will be giving us more because He say you will kind in the earth someone, I'll kind you. Like that only my concept.
Because that's what Alhamdulillah Envolt reached now. In the 2019, we don't have even single office. I have only one car. I can say honestly, even we don't have any single investment. Because we are the like beginners, don't have money. I'm thinking about one of the my like sister concern, the Albarak Steel, the owner, Mr. Jauhar Akkaparambil Hamsa. He is the right person. And my brother Shafiq, he's the one of the businessmen in the Sharjah. And my elder brother Rafiq, everyone saying to me, okay, start, no problem, start, we will support you, don't worry, you have that. But I know I have, but how I start? The right time discussed Mr. Jawad Hassan. He said me, Mushfiq, we can start, whatever that we can start. The same damn decider, I discussed with my mother, my mom. She say, okay, you can start, whatever her word, Alhamdulillah, I don't have any even shoes, but I'm not afraid, I have her word. I'm confidently think about it that I'm decided. I give resignation in my company. They're asking why? What's the plan? All people asking, are you going to head on the train right now? This is the situation is very bad. COVID, Corona. But I say this is UAE. I'm believing UAE, honestly. UAE is the number one country in the world as a business, as a everything. I want to say everyone, initially, you try to make a vision where you want to reach. This is not now, from beginning. Some people, it will be take a time in engineering, business, whatever. Business is the all the sector controlled part. Example, even one engineer is not only engineer, he can do it business. But business person, he can all he can do, like engineering, hospital, whatever he what he want to do in this world, he can do it. That the based on the business. So I say to everyone, should to reach as an entrepreneur in the starting, you try become that. This is the my good advice. And the second thing, every time when you start about thinking, pray with Allah, he will reach. He will carry to up to your aim, inshallah, to everyone. And when you have planned for to reach your any business, whatever that, you please try more about to think what I am going, where I am going as initial. Even you lose more time, more time. You have more means. I want to say, maybe we will think today class my all been to over. But don't stop. Try again. Inshallah, it will success. I especially say that don't be stop your try until you reach your aim. Now, also from your side, send thankful message for our leaders and Sheikh here in UAE. I am very thankful, rulers of UAE, because of them only we will reach in this position, and very helpful for us, even. They fully protecting. I don't want to say more about we need more something from them. We already saturated their service entirely. Okay, at the time of the Corona, I mean the COVID situation, they will fully supporting us. Like what you want it, we will ready to do. But you can stay together. That only their concept. This only our concept. احنا شعوب
السلام عليكم، أنا مصطفى إبراهيم من إيران، ونحن جانا هني من 21 سنة قبل من دولة الإمارات، وعندنا محل طوار كان في أبو ظبي لين 2011. من بداية الـ 12 جايين في المصفى صناعية. هذا صاحب الفكر أخونا الكبير اسمه فريد إبراهيم، وفي ثاني أخوي محمد إبراهيم. فبعد هذا من 2008 أنا اللي أمسك المدير هذا القطاع واشتغل عليه لين الحين. طبعا في أي شغل يعني من بداية في صعوبات، يعني لازم تحرك يعني شوية وبشوف يعني الستاف وبشوف الستيب باي ستيب يجي فوق. يعني أي بيزنس لازم أنت تحمل المشاكل لين يجي فوق. في عندنا التواير وفي رنجات، وعندنا تسليح المكيفات، وعندنا تبديل شيالات وبوشات والجامبين والبريكات، وهذا كل يعني أشياء الكويك سيرفيس، تبديل البلاكات وهذا الأشياء الكويك سيرفيس وتبديل الزيوت، كل شيء عندنا موجود. يعني في الشغل نحن ما تركز على بس تاير ولا بس رينج، فاشتغل في كل الأشياء يعني للسيارة كله كامل. نعم، نحن عندنا للنظام من بداية لركب الطائر لين 6 مرة الزبون يقدر يجيب بدون يعني أي تكلفة. نحن بيفحص الطائر وبيسوي إكس التوار، فبتشيك يعني عشان اللي يأتي لمدة الزيادة استخدام الطائر وقت أنت ما يكون سوي روتيشن في التوار يأتي لمدة زيادة. بدل ما تشتغل مثلا تاير إذا يريد يشتغل 50,000، إذا أنت تسوي روتيشن بالتايم يشتغل 60,000، فبيعطيك 10,000 كيلو زيادة. ودائما يعني أنا أسوي تشيك على ميزانية وكل شيء، إذا هو نقدر 6 مرة يرجع نحن نسوي بلاش تشيك. دائما المستقبل يعني يقدر يفتح زيادة فرع الثاني، لكن الحين حاليا نحن بس انا ما عندي حد يعني اللي امسك المشروع. تعرف كيف اي مشروع انت يريد افتح لازم يكون في واحد نفر موجود هناك على طول، يعني طول اليوم موجود هناك. فعشان هذا انا الحين ما في فكر يعني افتح ثاني فرع، لكن اذا في حصل نفر انا ممكن افتح في دبي بعد فرع ثاني. والله الشباب اذا اي نفر يريد يشتغل يعني هذا دولة الحمد لله في خير وبركة، ويعني لازم بس افتح البيزنس ويكون هو موجود في البيزنس على طول. فالحمد لله يعني في شغل، الحمد لله في شغل زين. طيب أستاذ مصطفى، دولة الإمارات يعني حاليا مثل بيتك الثاني هذه الدولة، شو الرسالة المقدمة لدولة الإمارات للحكومة المساعدة لجميع رجال الأعمال ولقادة دولة الإمارات؟ والله شكرا زيادة للشيوخ ودولة الإمارات والشعب كلهم، يعني هم صادين زيادة نحن في هذا البيزنس الحمد لله. يعني وأنا يشوف يعني الجماعة مالنا كله موجود هون في البلد والحمد لله كله يمشي بخير. مشكورين للشيوخ والله طول عمرهم. Not
خطاياه تسد وام الشيوخ اللي الله رعاها ربت قروب للوطن هم سند ولا تذكر البدعات الا طراها مداتها بالعطايا هي تسد وابو خالد الذي امن دراها تحت رايته العز وامن وهد أجيال الفخر عز الطلب وجنودنا ليهم فخر بسماها نشان فخر لنا دوم وأبد وبنت زايد للوطن الله حباها. حياكم الله مشاهدينا الكرام وفي برنامج لآلاء الاتحاد خلال جولتنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة واستعراض قصص النجاح. اليوم نحط الرحال بمدينة العين من إمارة أبو ظبي. اليوم ضيفي السيد سلطان طوز المدير العام لمؤسسة محمد بن عمرو للنقليات العامة وحفر الآبار. أهلا أستاذ سلطان. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك. سعادة طبعا بتواجدك معنا اليوم في برنامج لأهل الاتحاد. أهلا وسهلا. في البداية حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف جميع مشاهدينا عليك. سلطان طوز من سوريا حفر آبار قبل ما أجي الإمارات. حفر آبار بالأساس جيت الإمارات سنة 2000 عام 2000 وبدأنا شغل بداية الأمر شغل يعني أول ما جيت ما كان عندي حفارات. جيت على شركة حفر فجيت شفت الزراعة صايرة بالإمارات ومحتاجين يعني الآبار حفر الآبار حصرا حفر آبار في دولة الإمارات. فبدأت أشتغل على الموضوع خلال سنة أول سنة ثاني سنة بدأت شراكة مع شخص اللي أسس معي يعني بداية الأمر الشركة. بعدين خدت الشركة الحفارات صارت الحفارات يعني على الشركة تبعي. بال2005 أسست الشركة. يعني كانت الفترة الأولى عبارة رصد شوف شو ممكن المشاريع اللي تنجح في دولة الإمارات وتكون عندك خبرة فيها. بالضبط إيه يعني بس يعني إحنا يعني مجال الحفر لما شفت الموضوع الحفر إنه محتاجين الحفر هنا وفي طلب على الحفر اتجهت بالاتجاه هذا اتجاه الحفر. مؤسسة محمد بن عمرو للنقليات العامة وحفر الآبار بدايتها كانت ب 2005 مثل ما ذكرت حضرتك. البدايات دائما بتكون صعبة ما بتكون بالسهولة اللي بنتصورها. لما فتحت مشروعك شو التحديات الأولى؟ أكيد تحديات كانت تحديات بس العمل يعني والاستمرارية بالعمل وأنه الواحد ما يوقف ممكن يوقف شهر شهرين ثلاث مرت علينا ظروف انه وقفنا اشهر احيانا بس قدرنا الحمد لله نتغلب على موضوع التحديات الصعبة. نعم اكيد. بدنا نتعرف اكثر عن الخدمات اللي بتقدموها. خدماتكم متنوعة ومع الوقت نوعا ما توسعتوا في المجال. مش مثل البداية اللي كانت نوعا ما الخدمات محدودة. حاليا خدماتكم اوسع. اكثر تفاصيل عن مؤسسة محمد بن عمرو للنقليات العامة وحفر الآبار. مؤسسة محمد بن عمرو تقدم حفر الآبار في جميع امارات دولة الامارات العربية المتحدة. جميع الامارات العين ابو ظبي كل الامارات نحن شغالين فيها بس اكثر شيء في اماره ابو ظبي طبعا لانه فيها مزارع وفيها زراعه اكثر شيء. بدايتنا كانت في حفاره واحده والان الحمد لله عندنا 13 حفاره.
في عندها اسطول 13 حفاره مع طواقمها كامله يعني. وخدمات حفر ابار في المزارع. وخدمات توصيل الماء داخل المزارع. هذه الخدمات اللي عندنا يعني حفر ابار، حصرا حفر ابار. فقدرنا يعني في تقريبا بعد 5 سنوات تقريبا او 3 سنوات كنا محتاجين قطع غيار الحفارات كانت نستوردها كلها تجي من برا استيراد، حصلنا الحفر هذا موضوع استيراد. فقدرنا ناسس ورشه عين الشمس للخراطه والحداد اللي هاي نحن متواجدين فيها، وبدانا بصيانه وتصنيع الحفارات. ايه والحمد لله الامور مشت معنا بالحداده والخراطه، لانه الحفر محتاج كله بايبات وحديد، شغله كله بالحديد والخراطه. ايه فالحمد لله الامور مشت يعني رفضنا الحفر الابار في ورشه صيانه وتصنيع بايبات، يكون عمل متكامل. والبايبات هذه هو اللي يتركب في الابار هاي، كانت استيرادها، الحين قاعد نصنعها عندنا هنا. نحن نصنعها هنا بالورشه مع البايبات مع صيانه الحفارات كامله. حفر الابار اكيد بحاجه لفريق يكون متخصص، يعني مش اي شخص ممكن انه يتعامل مع حفاره او يعرف العمق كم لازم، بيختلف الموضوع من ارض لارض لطريقه معينه. هالفريق اللي بتعتمد عليه كيف بتختاره؟ لازم يكون فني، في عندنا فنيين وفي عندنا حفارين. نختاره اكيد بدقه، هذا لازم يكون الاختيار بدقه. ونتعرض نحن احيانا انه نشوف نجيب العامل او المتخصص بهذا فنشوفه، نحن نسوي عليه اختبار تجربه. لازم تجربه، اذا اثبت جدارته بالشغل يستمر معنا، ما اثبت جدارته ما نقدر نشغله معنا. يعني بتحاول استاذ سلطان انه تشرف على كل شيء يعني يكون دقيق؟ لازم نحن نواصل. نحن مرت علينا ايام نواصل الليل بالنهار، عندنا شفطات في الليل، شغل في الليل، عندنا شغل احيانا العمل يتطلب معنا الشغل في الليل اثناء عمليه الحفر في طبقات بالارض ما نقدر نوقف عنها، لازم نستمر في الليل، فعندنا شفط في الليل يشتغل في الليل. بالاضافه طبعا يعني انت الفريق اللي عندك لازم تعطيه الدعم، تعطيه الاوفر تايم، تعطيه مساحه الراحه، يعني يكون انه مرتاح. فالحمد لله يعني عندنا طاقم الحمد لله جيد جدا يعني. أكيد أستاذ سلطان، لما نتكلم عن شخص فتح مشروع أنه ما حب يكون عنصر في مؤسسة أو موظف بساعات عمل محددة، أخذ مغامرة أنه تفتح مشروع، لأي مدى بتعتبرها مغامرة صعبة؟ هو بالإنسان اللي عنده طموح لازم يغامر، بدون مغامرة ما يقدر، لازم عنده طموح لازم يغامر، لازم الطموح هو الأساس، والعمل والإصرار على العمل ومواصلة العمل هو أساس النجاح. طب إصرارك وطموحك لوين بيوصلك؟ وين بتشوف الشركة بعد سنوات من الزمن؟ والله نحن يعني بدايتنا قلت لك بدأنا بحفارة واحدة، الحمد لله الآن عندنا 13 حفارة، استطعنا أن نسوي ورشة صيانة الحفارات نفسها، وبالإضافة لصيانة الشركات الحفر الثانية تجي تسوي صيانة عندنا. والله طموحنا يعني إن شاء الله على أحسن بعد، إن شاء الله طالبين طموح أكثر إن شاء الله. أكيد نتمنى لكل النجاح والتوفيق. الله يسلمك. الكثير من الشباب العربي حاليا بتوجه لفتح المشاريع، وخاصة داخل دولة الإمارات لما إلها من مجال شاسع، وكل منا له حلم ممكن يحققه بدولة الإمارات. شو ممكن تقدم نصيحة أو دعم لهؤلاء الشباب اللي حاليا بيخاف من فكرة الاستثمار أو فتح مشروع ولكن بتغريها الفكرة؟ طبعا أنا أنصح الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشباب أنه يختارون المكان الصح في لبداية المشروع أول شيء، ثاني شيء يشوفون متطلبات السوق ومتطلبات البلد أو المكان اللي هم موجودين فيه، فهذا يعطيهم اكيد نجاح ويساعدهم في النجاح ان شاء الله. ولا يخافون من شيء، يعني الشباب ما يخافون من انه المشروع محتاج عزيمه. بعدين في عندهم شغله في دوله الامارات العربيه المتحده
دولة فيها كل مقومات النجاح، كل مقومات النجاح موجودة في دولة الإمارات العربية من كل شيء، يعني ما تحصلها في أي بلد ثاني. فأنا أنصح الشباب أنه ما يخافون ويتشجعون، وأي مشروع هم لهم هواية فيه يقدمون عليه بكل قوة. تحدثت عن دولة الإمارات، حالياً أكثر من 20 سنة حضرتك متواجد هنا بالدولة، فأكيد تعتبر هذا البلد جزء منك، حققت فيه الحلم والاستقرار والأمان في المشروع اللي هو حلمك. شو الرسالة ممكن تقدمها لدولة الإمارات، لقادة وشيوخ هذا البلد القائمين على أمن وأمان دولة الإمارات؟ والله نحن أنا بشخصيتي أوجه رسالة شكر لشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشكرهم على نعمة الأمن في هذه البلاد. طبعا نحن لولا الأمن والدعم الشيوخ المتواصل يعني ما نقدر نوصل لهذه النجاحات أبدا، ما نقدر نوصل. دعم في كل شيء، في كل شيء دعم من شيوخ دولة الإمارات، الله يطول أعمارهم. أستاذ سلطان التوز المدير العام لمؤسسة محمد بن عمرو النقليات العام وحفر الآبار بصناعية العين، كل الشكر لحضرتك، نتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح. الله يسلمك، مشكورة، شكرا شكرا، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا. دبي تعطيك أمان، وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وفخور بهالدولة الطيبة. لبناني، أنا شخصيا ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحمه ابوي زايد ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع. نفدان